هذا يعني دتك كرامات الويل زاغي اي وناكسنا اي درج استقامتنا درجة اقصى الرئيسة كجاري وحاكم ذا وممن كان على هذه الحالة دتك يعني وناكس وين لسيي اي يعني الويل زاغي كرامات وحاكم ذا سيدنا سعيد بن جبير ننكي تابعيك سعيد بن جبير الأورنجري رضي الله تعالى عنه حكي وحال لوري أن الحجاج بن يوسف نينك حجاج بن يوسف الأورنجري أدبك بناية دضليس كها عامله الله بما يستحقه الشر إلهي هكلا معامل هذا وحي ومتيستين كاس وحي ومتيستين إلا عذابه ويه حيلا ومدبه ويبر كده أصحاب الرسول الله يطابعين تي يدسك ونكسنا رنب الله لما بلقه مركز وقاري أمر هذا سيد نينك أن سعيد بن جبير مركز الله شاقي أرسل إليه قائدا ننبو أدر عيدا وطف يسمى اللقم العابه المتلمس بن الأحوص ومعه 20 رجلا لباتن ننبو إلى وضع من أهل الشام من خاصة أصحابه تدك أكوك الصناعة فهذه منك ميل الجنب صوقف سعيد بن جبير نبوسك عرّي وميلها الدور كوسك قليبه مركز الرادين أيان دور كاتك الرادين أيضو ديدي أيو يا وحي صومرين يعني سوفي أو نصار أو ميل صومعاء كجر صومعاء دي تي تججر فسألوا عنه ويويدين إن كاسان دوني نائنين يعني سعيد بن جبير ليراد ما ركت مركاسه وحكوية بالصفية سيوهيه ويقتل ما من مركاسه وحيري ورهل كاسه جوغاية إن كاس عبادنا بدن صوماء ما شاكر هذه فانطلقوا ويتقين فوجدوه ساجدا يناجي بي على سوت أسوه إلهي لم مناجون يسجود كجري وطقين مركاسه يؤدوا ويسلامينه وكا مركاسو سلادي ومركو سلادي بطام يلي مركو سلادي كبحي أيو سلامتي كردي فقالوا له حبيل هذا أرسلنا الحجاج إليك حجاج با نوصو وكادرية فأجيبه أجيبه ونكرده قال وحيد ولا بد من الإجابة وعلق من مرمي إنا نطق مياه وعلق من مرمان مياه قالوا وحيد هذا لا بد إلا وإلا وإنا وطقت وانا لصدري دي قصب بانا لو قد قينا كوكينا ميلا جكتو فحمد الله إلهي بو مهدي وأثنى عليه وأماني وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قام وإستاقه فمشى معه وراعي حتى انتهى إلى دير الراهبي ننكي سوفيق آي وصوت المامي بي مرين فقال الراهب وحيري يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم ننكي صاحب كينا وصوه شنمية أدوني سين قالوا وعيد هذا نعم فقال لهم وحيري وماشي رمانين عاو بريان ودبريكتي بحان وحير اسعد الديرة والقرية كرصة فولة فإن اللبوة إيا والأسد يأويان حول الدير هبين كمركي لقارة قبل كرعه قرية دنعيه سوحا صور دوباني اللباح يعني اللبوة وحالها قاشة أسد كنه واللباح آركا هوا مركا حالك اللباحين فربا دنبا صور دوباني وقال إيا آركي وحو دنبا صور دفريسان إياه قرية صوغل اللباح ويسيدي دل انتونا قبل كرعين صوغل قرية ففعلوا ذلك كل ما تقولي بيكو عررين وأبا سعيد أن يدخل الدير ألو ما قال أيه بقولي فنان كان يسكت جوجي سعيد بن جبر واديد فقالوا له حيونا ذا ما نراك إلا تريد الهرب منا عرته فنان كان سيحان تاتر هذين العاو نقلوا متصمع العرته يا رب سعيدو هاي قال وحير الله ما عرري ولكن لا أدخل ما قال أيه منزل مشرك أبدا قال قولي أنا ما قال أيه هل كان يسكت جوجي ما نعرري أيه إذا كما عرري يعني هاي قالوا وحيد هذا فإن لا ندعك أنه كاتق مين فإن السباعة تقتلك حد هداد قال مسين كاتق نادى وعماش اللي بحيا صور دوبنا يا اللي بحى كعوني قال سعيد وحير إن معي ربي وراني قال ربي جيبا إلى جل يصرفها عني إلهي بايجا إلى يه ووحي جوار دين إلهي بايجا إلى يه وحد بات إيجار ما يان أرض إسك حراود قرق إسك قلا سأحد هذا قالوا وحيد هذا أفأنت من الأنبياء أمرك سالو إلى أن من النبي بات هذا قال وحر ما أنا من الأنبياء أنا النبي من مي أنبياء من مي ولكني عبد أضام باني من عبيد الله إلهي أدومي تكمل خاضئ وقبسن ومذنب ولي بالدنب دنبي له هو دنبي قالي مركا إلهي باي إلالنا يا أضام باني فقال وحيدا أن إحليف لنا لوت نارو الله أي أنك لا تبرح إن هذا ماشا كتغيني نوت نارو فحلف الله وقدارت إن هذا ماشا كتغاقين من والله إذن قدارنا ياو وعند ذلك أبو قال لهم الراهب حوير ويكتغن مركة قرية كعرة واربال أذنك قرية صوغة لأوه يعني مرحبا وأوتر القسية لتنفر آي هاي أي سباع إنا عرض قرية انتا صوغة شاك بها الدول اللي يلادوه أي أوتارتا
yaan dawaajinaysa dhow 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 ka siiya bal ninkaan hadduu diiday inuu guriga soo galo bal inuu ka cararo yani libaaxu uu ka cararo waay yani inuu libaaxu cuna ayaan ka yaabaya ninkaan. Bahal guriga way iskaga xaroodeen, bahal dawankii la yeeri la garaac waay, waxba libaaxi waaba ka iska socdo. Markiiba iyadoo la dhowrayaba gooshii baa soo baxday. Libaaxa mooda sida badan goosha horkacdo waay, goosha ayaa horkacdo. Marka gooshii baa soo baxdayba say isoo socotay marxaban. فلما دنت من سعيد مركي اسو دواتي ثم صحت به ثم ربط انت سداس يعني اتابتي بي اكتيزة كفريستي اكتيزة هيا بي كفريست مركا اسا هدنا وحا صوبحي آر كما صوبحي فصنع مثل ذلك اصغن اساس مبو اتابتي وفريستي مركا اسا اكتيزة كفريست وهي وحيا ليومها. فلما رأى الرهيب ذلك مركو اركي او اصبحوا اي وابريستين سدبا واقو قبري سعيد وماشي بيستقع عبادي سنيه halka libaaxina siduu u aqfa fadhiya subaxii libaaxa waa iska tegay, waa iska galbaday subaxii buu soo baxay. Marka ninkii raahibka ahaabaa soo degay wuxuu yidhi waniyow nin wanaagsan oo ahlu khayraa tahay, bal diintiina nabigiina lagu soo dejiyey, bal iga waran bal ee rasuulkaaga sunnooyinkiisa iga waran. Fa fasara lahu saciid daalika wuu fasiray, fa aslama araahibu ninkii raahibkaa meeshiiba ku islaamay, wa xasuna islaamuhu, wa aqbala alqowmu baa soo qaabilay ilaa saciid qoladi la soo diray xajaaj uu soo diray baa saciid yani soo qaabilay, yactadiruuna ayagoo u cudur daaranay, wayuqabiluuna yadayhi wa rijlayhi gacmaha iyo lugahay ka dhunkanaya, wayakhuduuna turaaba yani aturaaba aladii wadiahu billay habeenki meesha waxaa loo dhan ku tukanaya bay caradiisa uga soo qaadanaya, markaasi wejiga marsanaya way barakaysanaya, lugaha iyo gacmaha ka dhunkanaya. Niyaho annaga hadday khiyaar malihin, ninkaad ogeyd baa na soo diray, haddaan ku keeni weynana annaga unbu kurka naga jiraya, ee adiga annaga maaha waxa ku wadno, haddaan moodayna saan kumaana soo doonayn. Aya haddana wuu na dhaariyey oo dalaaq buu nagu dhaariyey, nin walbow naagtaada ku dhaaro haddaad aragta ninkaa inaada kasoo tegay naagtu inay kaafuranta ku dhaaroy dhibbadnidiisa mogta waa nin dhibbadan buu xajaaj. Aya qofku dee wax uuna yeeli karin buu ku qabanaya fiiri ku dhaarna, dalaaq buu nagu dhaariyey. Marka niyaho noo cudur daaro haddii umarka leyba kaas hadduu haduu uun kuu geynana uun ku dili, way ogyihi inuu dili ilaahay agtiisa, bal yani inaan ku bari noqono ilaahay agtiisa, bal xujo inay noo noqoto anagu waxba kumana dembiga anaga manihin oo kale ictidaar bay sameyn waxaas waxba maya wuxuu na keena. Aya anugu wuxuu ilaahay ii qadaray kama cararayo qadarka ilaahay na keena waxaan iska dhaaf. Aya may soo socdeeno magaaladii xajaaj uu deganaa baa lasoo galay. Aya magaaladii waa xajaaj. Marka magaaladii lasoo galayo habeenkii la hoyanayo ayuu wuxuu yidhi nimayo waxaan arkaa buu yidhi in ajalkaygu soo xadiray, ajalkaygu baa horta soo xadiray buu. Marka wuxuu yidhi caawa farta iga qaada, ay ubatalmowt yacni caawa waxaan qaadanayaa mowtkan u sahay qaadanayaaye, qabriga iyo meesha cidlanahaydoo la iseexinayay ayaan uyaan xusuusanayaaye, munkar iyo nakiir su-aashoodii baan xusuusanayaaye. Marka caawa yacni iska kaydaaye oo ber ballanku waa noo beri. Qaarkood baa yidhahdeen dee amaad noo imaan weydaa, mid ayaga ka mid aha wuxuu yidhi anaa idiin ballan qaadaya farta ka qaadan ninkaan soo ninkaa taqaaneen maa saalixa. Markaasay direen subaxii meeshaan ku ballabin heshaaga gurigaa noogu imo subaxii markuu waagu beriya asagaba albaabka ku soo garaca gow gow gow. Ay waa kumo saaxiibkiin wey waa saciid aada baa loo yaabay. Markiibay soo kaceeno xajaaj bin yuusuf baa loo keenay. Xajaaj bin yuusuf ninkii multamis ah ee yacni ciidanka watay baa usoo galay. Markaas wuxuu ugu bishaareeyey saciid baan wadnaa buu yuri, saciid bin jubeer waa wadnaa. Halkaa lasoo istaajiyey saciid bin jubeer marka hortiisa lasoo istaajiyey wuxuu yidhi xajaaj bin yuusuf masmuka magacaa? Qaala wuxuu yidhi saciid, saciid bnu jubeyr baa la yidhaha. Qaala wuxuu yidhi xajaaj anta shaqiy bnu kasir. Saciid bin jubeyr laguma dhehe, shaqi bnu kasir baa lagu dhahaa bu ya hadalxumada meeshu ka bilaa fiiri shaqi baa tahay buu yidhi, oo saciidkii magacii buu ka bedelayaa, jubeyrkiina macna kasir buu ku bedelay, shaqi bnu kasir baa lagu. Qaala wuxuu yidhi saciid ummii hooyaday yaa kaanad ahaatay aclamu mid kaa ogo bismi magacayga minkaadiga. Qaala wuxuu yidhi xajaaj bin yuusuf shaqiita anta wa shaqiya ummuka, adiga iyo hooyadaaba waad ur darsateen buu laba ehelnaar baatiin laba ehelnaar. Qaala wuxuu yidhi saciid alqaybu qaybka yaclamuhu qayruka, yacni qofkaan inuu naar geli doono iyo inuu janno geli doono waa shay qayb ah mowte, qaybka adiga qayrkaabaa yaqaano buri, ilaahay baa ogway qaybkaada waxba kama ogid, waxaan noqon doonaa anihi hooyada waxba kama ogid wey. Suma qaala lahu lxajaaj baa wuxuu yidhi laubdilanaka waan bedeli bidunyaa, adduunyada waxaan kuugu bedelayaa naara labaa, adduunyadan aad ku nooshahay
وان كاو ضياي وحن كوكو بدل يا نارتي يعني لظاهر. قال وحي جري سعيد لو علمت هدان وقال له ان ذلك بيدك ان هذا يعني نارت ادو ادعمت كهيسو لاتخذتك الها اله بمكادق الله ابو. فقال وحي جري اي حجاج فما قولك في محمد محمد محاضر هذا بركور. قال وحي جري سعيد نبي الرحمة وي. قال وحي جري حجاج فما قولك في علي علي بالكور رنبوري هل هو في الجنة أم في النار؟ علي مجنده كجرة مثل نار كجرة. قال وحي لسعيد لو دخلتهما جنة نارتها دان قال لها أو عرفت أهلهما دتك كجرة أن صار كلا عرفت وأنا قنصل لها من فيهما دتك كجرة وأن كلا وقال لها وأنا كوشي قلاه لكن أنا جنة نارتها ما قلبي دتك كجرة كما ورم دتك كجرة ما يشاهد وعبك ما أبي. قال وحي فما قولك في الخلفاء خلفاء الراشدين محلل. قال وحي لسعيد لست عليهم بوكيل أنا وكيل كما يهيبي. قال وحي فأيهم عجبوا آية إليك كاد أهج عسى. قال وحي أرضاهم لخالقي متك إلهي أرالك كي هيوي يعني أهج على متك هاي أرضاهم متك أرالي مبضن ولخالقي خالقي أرالك كي. قال وحي فأيهم أرضى لخالق للخالق كي إلهي حق يسو أرالي مبضن وإلهي أهج علي. قال وحي سعيد علم ذلك كاس علم يسو عند الذي يعلم سرهم ونجواهم آية متك الله أهج على الله أرالي مبضن مثل يعني أحد كيسير توضي يعني ظاهر كوضي بأقاء أي علم لا سؤك. قال وحي الحجاج فما بالك لا تضحك محالا لقص لين واذي أنقص لين. قال وحي سعيد بن جوير أي يضحك مخلوق مخلوق مياه قص لأي مقص الباوبان أن خلق من الدين ضوبا لقى أبوري والدين ضوبادنا يأكله النار نار تعونيس. قال وحي فما لنا نضحك أنقو أنقص لين أي محان ودع مركز توانسقق صلى الله عنه. قال وحوري سعيد بن جبير لم تستوي القلوب قلوبتي اللي بان هقابين بوي هاي لم تستوي القلوب هاي وحبا مين نقراني وهي معناها هذه قلوبتي اللي وحقرت مين قصة شنوة. ثم أمر الحجاج حجاج وحو أمر باللؤلؤية والزبرجتية والياقوتي فوضع بين يدي سعيد وح الله وحي جوهر يلول يوحي قروح بنايا وردان وأدوية بهيتني مضحوا هاي هل كان صور ديقا سعيد بالا صور ديقا. فقال له سعيد وحويري إن كنت جمعت هذا وحن كل مسي لتفتدي به من فزع يوم القيامة قيامها أرجع حيثوين ينحدين تيسئين على سقفرته فصالح ووحو ناكسن وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولا خير في شيء جمع من الدنيا إلا ما طاب وذكى وحي حلال وفي عنه يعني وحك الخير من. ثم دعا الحجاج وحويري بآلات اللهو وحل وحي يعني موسى كذا يلو دربانك يبلايد اللي قراع يجرون رمبو لعدنا هلك. فبكى سعيد فقال الحجاج وحيري ويلك يا سعيد ما حد له ايسا اي قتلة تريد ان اقتلك سيد ربطا اين انكودلو بل نوع دور نوع انكودل لها دورا ذلك سيد ربطا اي قتلة تريد ان اقتلك. قال وحيري سعيد اختر لنفسك نفتا لأن ادور يا حجاج فوالله بان كبارتي لا تقتلني امدش القتلة اي قتلة هي اتدلت الا قتلك الله الهي باكو دلي مثلها ايضوك لفي الاخرة نوعي أديد سوى بعضين آخر الوجود اليوم والوجود عذابي ونوعي بالوجود عذابي. قال وحيري يعني حجاج أفتريد أن أعفو عنك ما إنك عفية رتا. قال وحيري سعيد إن كان العفو آية فمن الله آية إن كان العفو عفيه آية فمن الله إلهي حجي سهدوية وان ربا وأما أنت أديك فلا أديك حقا وحفي أنك أربا مجو وحفي أنك أدوني. قال وحي لي اذهبوا به وضع فاقتلوه دلع ماشي لا تاغيين مركز دلع كركا كقوي. فلما خرج من الباب الباب كمركي لقى سارة الضحيك ووقص لي سعيد فأخبر الحجاج بالوشيك بذلك ووقص لي سعيد فأمر بردي سوء علي بي. فقال وحي لي ما أضحكك محاكا قص لي. قال وحي لي سعيد عجبت وحن لي يا بني من جراءتك أذيك ديرهنج على الله أذكو ديرهنيسو إيا وحلم الله عليك إله يسوك وقود القادنين ما الأرك قف مؤمن أتكسه وقفن وأضمرنه إلهي سبحانه وسكك أردوري يوكود القادنة بالفير وحن لي أبنه جراء هذا إيه إلهي حلم جيسان لي أبنه. فأمر بني ضعيف بصيدة بين يديه هل كانوا يركسوا مقاركي بهل ندع أهرك وإلى لسبة لي مقارك هل كان كسوا قبله وضدك كو قور عجل ماشا حجاج هرتي ساسال لو كسوا قبله آية. وقال وحي اقتلوه دلع دلع. فقال سعيد وحي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا آيه وما انا من المشركين ايه ذات اخرى وجهت وجهي وان جهي بوري وجهي للذي فطر السماوات والارض
حنيفا حالا هيمز إلنا وما أنا من المشركين. قال وحي إلى حجاج وجهه لغير القبلة حق قبلة كجهدية حق وسي جهدية. قال سعيد وحي إلي فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ألا ما يشهد وجهه تدفوا فثم هل كاسوا أي هاي أي ثم يعني هاي وجه الله أي قبلة الله. فقال سعيد وحي إلي أي كبه لوجه أفكر ملك أقلية يعني ما القبلة بها وجه دنع بها وجه دنينه هوس وجهدي أفف يعني أفكي سألوك وجهدي أمرك هالكا كقرع. فقال سعيد وحجر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه أرض حق إذا لو جهدي بس دوكا آية منها خلقناكم أرض أمان إذن كأبورني وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مرك لنا لبادنا والذين كسوا بعينيا. فقال الحجاج وحجر اذبحوه قرع أحلى كرا يمه قرع مرك هذا ماشي لمن. فقال سعيد وحجري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. ثم قال وحجري سعيد اللهم لا تسلده على أحد يقتله بعدي أحد دنبئ وأنيق قداشة إله يوها قصر لذي من كان مجرم كان وين أحد أنيق دنبئ إله يوها قصر لذي. فذبح سعيد ولا قورعي على النضع بلو قورعي آية. فكانت رأسه مدعي سوحوها بعد قدعها مركي لقوية تقول متر هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومدحي كل جيوان هي كل جيبة توحيسنا يمرك أنتي اللي جوي هلك وقرعة يتوحيسنا ياو. وعاش الحجاج وون ولا بعد قتلي 15 يوما سنة تومبري كلي وكدم بيو آية. وذلك في سنة 95 يعني 30 سنة به. وكان عمر سعيد وهو 49 سنة فرتني 30 سنة وجري رحمة الله آية تعالى عليه ورضي الله عنه آكل آية. في كل جزء من بلادي قصة تروي ضياع كرامة الإنسان هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى غريبا كالطريد الجاني هي قصة صاغ الحديد فصولها ببداده الدام وبالنيران هي محنة الأجيال يرسم بؤسا بعد عن التحكيم بالقرآن هي قصة الإسلام في أوطاني أمسى غريبا كالطريد الجاني.